قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يا لروعة أساليب القرآن وتركيب معانيه ومبانيه في آياته. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن البلاغة العربية في الشعر العربي وفي النثر العربي ليست في قوة المفردة فقط، بل في أساليب التراكيب، في تهيئة السامع قبل الموضوع، في تشويقه حال الموضوع، في حسن العرض الابتدائي، في التفصيل حال البيان، في بيان الحكمة من ذلك. وإن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين، فدعونا نتأمل شيئا من هذا في الآيات التي نسمعها. تهيئة العباد في بيان تعظيم هذا البيت وبيان هذه الأمور العظيمة التي يقدم العبد عليها. قال الله عز وجل مؤكداً: إن أولا، فجاءت الكلمة أول لتشدك حال الاستماع. ما هذا الأول؟ إن أول بيت وضع، إن أول بيت وضع للناس، فلم يبين أنه محصور في قصده لطائفة دون طائفة، بل هو لمن آمن بالله عز وجل كما بينت الآيات الأخرى والأحاديث من الناس. إذن عموم رسالة ما يدعى إليه في هذا المقصد من العبادة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. والبك فيه دلالة الزحام، فكان هذا اسماً من أسماء مكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. تأمل هذا البيت، أعني الكعبة، والبك الذي حوله يحصل حال الطواف. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. عموم البركة التي تؤخذ لمن قصده، إذ قال مباركة. وتأملوا في اسم الفاعل هنا وكيف بيّن العموم هنا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى، وأطلق الهداية هنا، فهو يهدي لمن قصده، ومن قصده يحصل له الاهتداء في أمر الدين وفي أمر الدنيا. منافع للناس في الدنيا ومنافع للناس في الدين. ويا لله ما أروع الكلمة التي بعد هدى. عموم من يستفيد من هذا الهدى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول طرق لأذن السامع وهو يستمع هذه المعلومات عن هذا المكان، إنه ليتبادر أمامه سؤال: أين هو؟ كيف آتيه لتحصل لي البركة وليحصل لي الاهتداء؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. بين عظيم ما فيه من الشعائر والأماكن، ثم بعد ذلك: لا إله إلا الله، ما أعظم كلام الله. اللهم إنك طمأنت قلوبنا في تأمل كتابك، فطمئن قلوبنا يوم لقائك بلذة النظر إلى وجهك الكريم. ومن دخله كان آمنا، إنه إعلام رباني لكل إنسان يريد أن يقصد هذا البيت في أي زمان أو مكان، أن الله عز وجل خص هذا المكان
أن جعله آمنا شرعيا، ومن مقتضى أن جعله آمنا شرعيا استفادة أمنه قدريا بتعظيمه في قلوب العباد. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولاحظوا في قوله ومن دخله، ولم يبين عموم القرب منه، بل بين الدخول ومن دخله، ثم جاءت كان. وتأملوها في اللغة، ومن دخله كان آمنا، فأطلق الأمن هنا ليشمل له كل خير فيه. بعد ذلك بين ركن قصده في ركن من أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لاحظوا إلى رحمة الرحيم الرحمن، قبل أن يأمر العباد بأداء هذا البيت بين فضله ومكانته. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وإني لأجد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية عظة وعبرة يتأملها المسلم في كل عبادة، وخاصة في الحج، بل في جميع العبادات خاصة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال ولله، فلا بد من الإخلاص، ولا بد من العمل بمقتضى ما شرعه الله. الإخلاص، الإخلاص أيها العباد، أيها الزهاد، الإخلاص، الإخلاص. من أراد الخلاص فعليه بالإخلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين. ولاحظوا أنه لم يقل فاعبد الله مخلصا الدين، مع أن الدين لله، لكن أبرزاد المبنى هنا، فدل ذلك على الاهتمام به. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، أي مخلصين لله عز وجل. وجاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال معتبرة صحة وفسادا، صحة وفسادا، ثوابا وجزاء، بالنية. ومن قدم على الله بلا نية كان عمله هباء منثورا. وإن النية لتنفع صاحبها في عمله، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وبوابة إخلاص النية لله أن يبقى القلب دائما في تطلب الإخلاص لله، وأن لا يركن ثقة لنفسه، بل أن يتابع دوما مسألة الإخلاص. وجماع ذلك كله أن يتأمل في هذين الأمرين: عظمة الخالق في أمره ونهيه وملكه وتدبيره، وضعف المخلوق. فمن عرف ضعف المخلوق لم يتطلب ثناء المخلوق، ولم يعبأ بسب المخلوق. ومن تأمل عظمة الله قاده ذلك إلى المحبة والخوف والرجاء، يرجو الآخرة لأنها عند الله عز وجل، فيحذر العذاب ويرجو ما عند الله عز وجل، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وإني لأجد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أمراً آخراً، ألا وهو أن الله عز وجل رحم العباد حينما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كيف ذلك؟
كل العبادات مسألة الاستطاعة فيها يخفف الله للعباد فيها، لكن أبرز هنا ذكر الاستطاعة في الحج. لماذا؟ لأمر عظيم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله. إن القلوب لتتشوق وتهوي الأفئدة إلى هذه العبادة العظمى، ولما أن كانت عبادة مكانية في مكة، فالصلاة جعلت الأرض كلها مسجد لعباد الله المؤمنين، والصيام يصوم في كل مكان، ويؤدي الزكاة في كل مكان، وفي كل مكان في بر أو بحر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعمل بمقتضى هاتين الشهادتين في كل مكان، إلا أن الحج لا يكون إلا في مكة. فتأملوا والعلم عند الله كيف أبرز ذكر الاستطاعة ليجعل الأنس والطمأنينة للعبد الذي وصله أمر الحج وهو لا يستطيعه، أن قيد هنا الأمر فعله بالاستطاعة. هذا جماع ما جاء في هذه الآية التي هي إطلالة الحديث عن أهداف الحج، ولنأخذ منها هدفاً واحداً، ألا وهو الإخلاص في العبودية لله عز وجل.